جولتنا بمدينة العلا ما زالت مستمرة بكل متعتها. هالمرة الإكسبيرينس غير شكل، أخذنا الحنطور على الخيل ودنسوي جولة داخلية في منطقة مدائن صالح. اللي تشوفوه خلفي هو الجبل الأحمر، المحطة الأولى اللي جولتنا توقفت عندها. الجبل الأحمر هو مدافن للأنباط، مزخرفة بنقوشهم الخاصة، لهم رمزيات معينة. عندهم زهرة اللوتس كان رمزيتها مهمة جدا، فكانوا يستخدموها ودائما تتواجد على ألواح مدافنهم. آخر تنقيبات بالمملكة العربية السعودية خصوصا بهذا المكان اكتشفت وجود جثمان سيدة. هذه السيدة بعد ما تم دراسة وتحليل جثتها اكتشفوا أنه اسمها هينة. هينة هي الشخصية اللي موجودة تمثالها وموجودة كل تفاصيلها بمدخل الزوار اللي راح تشوفوه. هينة كاتبة وصية بأنه هذا المدفن راح يكون إلها ولأولادها ولسلالتها، أبت أن يباع أو أن يؤجر، فلهذا اليوم هو موجود وأصبح مزار. هذه المدافن مع الأسف إحنا ما راح نقدر ندخل لها، لكن محطتنا الأخيرة راح تكون مدفن راح نقدر نستكشف. Thank you.